بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو سوف تتعرف معي في هذا الدرس على ثلاثة خدع رائعة جدا في الواتساب، بالتأكيد سوف تفيدك. هذه الخدع عبارة عن أولا البحث في الواتساب، يعني في ويكيبيديا، من دون يعني الدخول إلى أي شيء أو يعني لا المتصفح والبحث يعني في الويكيبيديا، فمن خلال الواتساب مباشرة سوف تعمل هذه الأشياء وسوف تتعرف على أي معلومة تريدها من الواتساب مباشرة. الخدعة الثانية أحباب في الله، هو صراحة هذه الخدعة فاجأتني، يعني تحويل مثلا حجم الفيديو وتقليصه إلى أضعاف وأضعاف، مثلا 100 ميجا بايت يعني في الفيديو تستطيع تقليصه حتى 10 أو 12 أو 13 ميجا بايت، يعني هذا يوفر مساحة كبيرة جدا في هاتفك. والخدعة الثالثة هي تحويل أي فيديو إلى صور متحركة من خلال الواتساب فقط. لنبدأ بالخدعة الأولى، وهي يعني هي أحباب في الله يعني البحث في ويكيبيديا في الواتساب. فيكفيك أن تقوم بإضافة رقم جديد، يعني تقوم بوضع أي اسم تريده مثلا ويكيبيديا إلى غير ذلك، ثم تضيف يعني هذا الرقم الذي سوف تجدونه أسفل الفيديو، يعني تضيفه إلى قائمة الاتصال الخاص بك، فسوف تجدون الرقم أسفل الفيديو. ثم بعد إضافة يعني الرقم أسفل الفيديو سوف تقوم بالدخول إلى الواتساب كما سوف تشاهدون، وتقوم بإنشاء يعني مجموعة جديدة. سوف تقوم طبعا بحالة الضغط هنا، تضغط على New Group، ثم تضغط على لإضافة يعني الأرقام، وهنا سوف تضيف بطبع الحال رقم ويكيبيديا، سوف تجدون أسفل بطبع الحال عندما سوف تضيفه إلى قائمة الاتصال الخاص بك. كما تشاهدون أسميت أنا شخصيا ويكي، يعني سوف تضيفه إلى المجموعة الجديدة، ثم تضغط على نيو، ثم تسمي يعني المجموعة الجديدة مثلا إجلي 5 كما سوف تشاهدون، ثم أضغط على خلاص. الحين تم إنشاء يعني مجموعة، يمكن لك إضافة إلي صراحة مجموعة من الأصدقاء حتى يستفيدون أيضا وحتى يبحثون في ويكيبيديا من خلال هذه المجموعة. فعندما تريد يعني أن تضيف أو تبحث يعني عن أي شيء يعني في ويكيبيديا، كما تشاهدون تم إرسال لي رسالة يعني الترحيب، ففقط يعني اكتب ويكي، كلمة ويكي، ثم الشيء الذي تريد البحث عليه، مثلا لنفرض ميسي ويكي، مثلا أي شيء، مثلا ويكي إيجلي 5 أو ويكي أي شيء، لاحظوا معي، ثم تضغط على البحث، ولاحظوا معي يعطيك يعني مجموعة من المعلومات عن الشيء الذي تريد يعني البحث عليه، ليونيل ميسي، سبانيش، إلى غير ذلك، السنة التي ولد فيها، إلى غير ذلك، مجموعة من المعلومات. ففقط يعني اكتب ويكي ثم الكلمة التي تريد البحث عليه وسوف تبحث. يمكن لك بطبع الحال إضافة يعني أصدقائك إلى المجموعة بالضغط على زر الإضافة، وهم أيضا سوف يبحثون في المجموعة على أي شيء في الويكيبيديا وهكذا. الطريقة الثانية أو الخدعة الثانية هي أعجبتني صراحة يعني الخدعة، وهي نقص يعني جودة، ليس نقص جودة الفيديو، حجم الفيديو إلى أضعاف وأضعاف. كيف ذلك؟ فلو ذهبت مثلا إلى يعني قائمة جاليري لدي، يعني مثلا لأبحث عن أي فيديو، حتى أعطيكم نموذج، مثلا دخلنا إلى الجاليري، سوف أخذ مثلا هذا الفيديو كما سوف تشاهدون. لاحظ مع هذا الفيديو حجمه، إذا ضغطت على هنا حجمه كما سوف تشاهدون 100 ميجا بايت، إذا كنتم تشاهدون 100 ميجا بايت هذا حجم هذا الفيديو، لكن عندما سوف أرسله إلى الواتساب سوف يتقلص إلى يعني حجم أقل وأقل بأضعاف وأضعاف. وايضا الفيديوهات التي تكون يعني بطبع الحال بصيغه اخرى، يعني من خلال هذه الطريقه سوف تحولها الى MP4، يعني فاذا كانت لديك فيديو بصيغه تريد تحولها الى MP4 فهذه الطريقه سوف تفيدك فقط بارساله الى الواتساب. طيب الحين انا شخصيا تذكروا الفيديو، سوف اذهب الى الواتساب كما سوف تشاهدون، ثم سوف احول ارسال هذا الفيديو لاي شخص، مثلا اخترت هذا الشخص يعني الذي هو أنا كما سوف تشاهد، هذا هو الفيديو نفسه، سوف أضغط على إرسال وأنتظر حتى يتم يعني إرساله بشكل كامل. أحباب في الله، هذا الفيديو تذكر بأن حجمه 100 ميجا بايت، فقد ننتظر حتى يتم إرساله.
طيب الحين تم إرسال الفيديو حجمه 100 ميجا بايت، لذلك أخذ مني تقريبا 30 ثانية حتى تم إرساله. هذا هو الفيديو الحين أحباب في الله. الحين كل ما سوف تقوم به هو إزالة الفيديو الأصلي في هاتفك كما سوف تشاهدون. سوف تذهب إلى الفيديو الأصلي الذي حجمه كما سوف تشاهدون هو 100 ميجا بايت كما سوف تشاهدون. سوف أزيله لأن لدي الحين يعني فيديو بحجم أصغر حتى أربح بطبيعة الحال تم إزالته. بالتالي سوف أذهب إلى My Files كما سوف تشاهدون، ثم إلى الذاكرة، ثم أبحث هنا عن مجلد واتساب. واتساب كما سوف تشاهدون واتساب، ثم إذا طلعت لك فقط واتساب ستضغط عليه، ثم تضغط على واتساب أوديو أو عفوا واتساب فيديو كما سوف تشاهدون. واتساب فيديو لدي، سوف أجد يعني الفيديو الذي أرسلته أحبابي في الله كما سوف تشاهدون. أين هو؟ نعم هنا يعني في سينت يعني التي قمت باستقبالها. هذا هو الفيديو أحبابي في الله كما سوف تشاهدون الذي أرسلته. فسوف نتأكد من جود يعني من حجمه الحين يعني. فلاحظوا معي، سوف أضغط على مور، ثم أضغط على يعني معلوماتي إلى غير ذلك. لاحظوا حجمه الحين أصبح ب 12 ميجا بايت، نقص تقريبا 78 ميجا بايت يعني استفدت منها يعني من الحجم الخاص بالفيديو على هاتفي. بالتالي سوف أقوم بنقله إلى المكتبة الخاصة بالفيديوهات، وهكذا أكون قد قمت بنقص يعني حجم الفيديو أحباب في الله إلى أضعاف وأضعاف وأضعاف. هذه الطريقة أبهرتني ولا تنقص من جودة الفيديو. بالتالي استعملوها لفيديوهاتكم حتى تربحون يعني مساحة أكبر أحباب في الله. الخطة الثالثة، حتى لا أطول عليكم، خطة رائعة أيضا، تحويل أي فيديو إلى صور متحركة. فقط افتح الواتساب، ثم اذهب إلى أي شخص تريد إرسال له الفيديو كما سوف تجد اختار، ثم دائما نضغط على هذه الأيقونة، نضغط على جاليري، ثم نذهب إلى الفيديو، أختار مثلا هذا الفيديو. الحين يعني حتى أحوله يعني إلى صور متحركة فقط أختار فيه ثلاثة يعني حتى أربعة يعني ثواني، يعني الجزء الذي أريد تحويله يعني في الفيديو أو تحويله إلى صور متحركة في الفيديو 3 ثواني مثلا. سوف أختار يعني 3 ثواني كما سوف تشاهدون. هذا الفيديو طويل جدا، يعني مثلا اخترت تقريبا الحين يعني 6 ثواني كما سوف تشاهدون. بالتالي سوف عندما سوف تختار 3 يعني لا يجب ان يزيد صراحة على 10 ثواني على ما اعتقد يعني البطارية كما سوف تشاهدون. سوف يظهر لك هذه الايقونة الخاصة بالفيديو في الاعلى، سوف تضغط عليها كما سوف تشاهدون، تم التحول الى جي اي اف. بالتالي سوف ارسل يعني هذا الفيديو وسوف يتحول الى صورة متحركة. يعني هذه الطريقة رائعة جدا ايضا وخدعة رائعة كما سوف تشاهدون. جي اي اف فهو في الاصل يعني فيديو، الحين تحول الى صورة متحركة احباب في الله، ويمكن لك بطبع الحال حفظه بعد ذلك في قائمات يعني المكتبة الخاصة بهاتفي. اتمنى ان الدرس احباب في الله قد افادكم، صراحة طرق رائعة أنصحكم يعني بتطبيقها، وأراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. لا تنسى دعمنا بالضغط على اللايك وزيارتنا على موقعنا دو الفيديو البونتيكلا5.com، لأنه لا صفحة على الفيسبوك facebook.com/حافظ1980. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.